بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هو فكرة بسيطة وسهلة جدا 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 أي حد يقدر ينفذها. معايا قطعتين من الخشب طولهم حوالي 30 سنتي أو 35 سنتي، ومنهم قطعة أنا دقيت فيها مسمار بالشكل ده، هو مسمار 5 سنتي، وجلخت الراس بتاعته بحيث إنه يبقى مسنن ويبقى مدبب. هتعرفوا دلوقتي ليه. تمام، القطعتين متساويين زي ما أنتم شايفين كده، تمام كده. بعد كده هجيب مسمار بورما، المسمار اللي هو الألوز ده البورما، وهثبت القطعتين في بعض على بعد مثلا حوالي 7 سنتي، وهروح مثبت الايه قطعتين الخشب في بعض. هتشوفوا دلوقتي الشكل هيبقى عامل ازاي. تمام، بثبت القطعتين في بعض كده بالشكل ده بحيث ان هو يبقى بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. طيب، قبل ما نكمل الفيديو اتمنى ان حضرتك تشترك في القناه، تفعل زر الجرس علشان يوصلك من كل جديد. لو سمحتوا اضغطوا على زر الاشتراك علشان تشتركوا معنا في القناه وتستفيدوا بالفيديوهات بتاعتنا باذن الله تعالى. بجيب ليفه المطبخ، الليفه الخشنه، عارفين انتوا الليفه البلاستيك الخشنه دي معروفه بتاعه المطبخ. تمام، سعرها مثلا حوالي 3 جنيه ولا حاجه، وبجيبها وبثبتها في طرف من الطرفين بتوع البرجل اللي انا عملته ده، شايفين البرجل، بثبتها وبخليها هي اعلى من المسمار شويه، يعني بخلي الليفه اعلى من المسمار مثلا حوالي 3 سم ولا حاجه، كويس كده. وبجيب مسمار بورما وبثبت به الليفه، يعني مش شرط ان انت تحط حته خشب او لا، عادي ممكن تحط مثلا ورده وتثبت بها الليفه، يعني ورده تحت المسمار، او مش ضروري ورده تحطها تحت المسمار. اهو بقى بالشكل، البرجل بتاعي بقى بالشكل ده. طيب يا ترى احنا هنعمل بيه ايه ده بقى؟ تعالوا بقى ايه نشوف. اول حاجة هنعملها هنجيب الجليز اللي هو المادة الزيتية الشفافة بطيئة الجفاف، وانا كاتب اسامي كتير للجليز على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين كده في مختلف البلاد، كويس. الجليز هو مادة مرنة جدا، شفافة، كويس، وبطيئة الجفاف، ما بينشفش بسرعة، يعني بياخد وقت معاك تقدر تشكل فيه زي ما حضرتك عايز. تمام، وده دهان زيتي غير لامع، احنا بنقول عليه مط، زيت مط، دهان زيتي غير لامع. طب هعمل بيه ايه الدهان الزيتي؟ طبعا انا عشان الون الجليز ده باي لون هيديني اللون بتاعه، يعني انا لو لونته باصفر هيديني اصفر، يعني اصفر غامق، لو لونته باسود هيديني اسود غامق، فانا محتاج ان انا الون اللون اللي انا عايزه لون فاتح. فهعمل ايه؟ بحول الجليز الى ابيض بشويه الزيت المط اللي انا حطيتهم دول، بيتحول الجليز لابيض، وبعد كده بلون اللون اللي انا عايزه. بجيب الاورنج اللون السيمون البرتقاني، وبعد كده بضيف شويه بني، وبقلب كويس، وبعد كده بضيف شويه اصفر فاو او اصفر جملي، وبقلب كويس. تمام، هحتاج ان انا ازود شعر اسود بس عشان اكتم اللون شويه لان اللون فاتح، فهديله بس تشعيرة اسود كده نقطتين كده، وايه ونقلب ونتوكل على الله نشتغل باذن الله. تمام، طبعا زي ما قلت لكم ان الجليز ماده شفافه، ولكن انا حطيت الابيض عشان احصل على اللون ده، لو انا لونت بالملونات دي على الجليز هيبقى اللون غامق جدا. تمام، طيب، وده نفط رومي اللي هو الجاز الابيض او الوايت سبريت، بخفف بيه الجليز. طبعا الجليز ما تحاولش ان انت تخفه بتنر او تخفه ببنزين، لو خفيته ببنزين هيتخف بس هينشف معاك بسرعه، ولو خفيته بتنر التنر مش هيسيح الجليز، التنر مش بيحل الجليز، يعني التنر عامل زي الميه بالنسبه للجليز. تمام، الجليز بيتحل بنفض رومي اللي هو الجاز الابيض علشان خاطر يفضل يعني فتره طويله طاري معاك ما ينشفش منك. بعد كده بفرد العينه بتاعتي كلها او النموذج بتاعي كله كده بالشكل ده. طبعا انت لو حضرتك شغال على حيطه كبيره مثلا بتعمل مثلا ربع الحيطه، وبعد كده ما بتخلص مرحله بتنقل في المرحله اللي بعديها، هو كده كده مش بينشف منك. طيب، الارضيه اللي انا شغال عليها دي ارضيه بلاستيك نص لامع او لامع، مش مشكله، ارضيه بلاستيك نص لامع او لامع، او ممكن تشتغل على زيت، زيت لامع مفيش اي مشكله، زيت نص لامع. بص انا بوري لك البرجل اللي انا عملته، الليفه بتتحرك معايا يمين وشمال، ليه؟ بحيث ان انا لما احط البرجل الليفه تبقى قاعده مرتاحه على الحيطه وتبقى ماشيه معايا مرتاح. خدت بال حضرتك؟ بص انا قفلت البرجل اهو عشان اجيب ايه الدايره كلها، يعني انا خدت الجزء الاعلى من الدايره، بعد كده بقفل البرجل وبجيب كل الدوران اللي جوه الدايره
بحيث ان الدايره كلها تيجي معايا متمشطه بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده، ادي اتمنى ان تكون الفكره وصلت. بعد كده بظبط الليفه او البرجل على اول الدايره اللي انا خلصت، وباخد دايره جنبيها. عادي ممكن نركب دايرتين على بعض، وده اللي هيجي معانا في بقيه الفيديو، يعني بقيه الدوائر اللي هتيجي هنعملها ان شاء الله كده. هيبقى في دوائر فوق دوائر بحيث ان هو يدينا شكل 3D ويكون شكل ثلاثي الابعاد يعني. تمام اهو، بص كده انا بقفل البرجل اهو. خد بالك انا ممكن امشي عليها مره واتنين، يعني انا خلصت اهو، انا عملت الدايره وبعدين حسيت ان هي غامقه وقافله شويه، رحت ماسح الليفه ومشي عليها تاني، وبعد كده هقفل الليفه. بص هقفل البرجل ولم تاني، امشط تاني، اقفل البرجل وامشط الجزء اللي جنب الخشب على طول، اللي جنب البرجل على طول. تمام كده، وابتدي اعمل دوائر كبيره ودوائر صغيره زي ما انتم شايفين. اخد دايره الناحيه، شغل عشوائي يعني، ايه يشتغل بطريقه عشوائيه بطريقه مش منتظمه اهو. هنبتدي بس نختصر يا جماعه، اظن الفكره وصلت يعني وسهله جدا. طبعا فايده المسمار اللي انا دقه في الخشبه ده، المسمار ده بيرشق في الحيطه، المسمار عشان مدبب بيرشق في الحيطه وبيخليش البرجل يروح يمين او شمال، واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا لو البرجل فلت منك والدايره اتلخبطت مش مشكله، عادي امشي عليها تاني او ادهنها تاني بالرول الجليز، بيفضل شغال معاك فتره طويله طري، يعني بيفضل طري فتره طويله. كويس كده، بصوا طريقه سهله جدا وجميله جدا ازاي. اتمنى يا رب انها تعجبكم وتكون حاجه سهله بالنسبه لكم تقدروا تعملوها، وتكون شيك في الاخر برضه، ما يبقاش شغل بلدي يعني. طيب هناخد بقى دايره فوق الدايره، هنيجي ناخد دواير فوق الدواير. بص كده حطيت البرجل اهو، معلش بس عشان الراجل ده بس مخيلنا. بص كده طب انا ليه دهنت بقى الدايره دي؟ لان عشان تعمل دايرتين فوق بعض هتبص تلاقي الخطوط بتاعت الدايرتين الاولانيين باينه في الدايره الجديده، فانت بتعمل ايه؟ يا دوبك بس بتعلم بالبرجل بتاعك الدايره بتاعتك، وتيجي دهنها بعد كده بالايه؟ بالرول على خفيف وتمشطها تاني اهو. بص كده امشي عليها بالرول بس كده على الاطراف، عشان خاطر ايه يعني، اخليها كلها ميه واحده، ما يبقاش في خيال من الدايره القديمه ظاهر. تمام كده، وابتدي امشي بالليفه والبرجل بتاعي مقفول زي ما هو على نفس المساحه بتاعه الدايره، وابتدي ايه امشط بالشكل اللي انتم شايفينه. تمام كده اهو، هعلمها كده واجي بالروله اروح داهن المساحه بتاعه الدايره. طيب لو طلعت منك البوهيه بره شويه، افتح البرجل سنه صغيره ومشط، يعني هو مش الزام يعني. تمام اهو، بص دايره فوق الدايره اهي، دايره صغيره اهي كمان، ونيجي دهننها ونمشط كده. تمام تمام كده، احنا تقريبا خلصنا كل الدواير اللي عندنا. طيب نسيب بقى الشغل ده يوم كامل، سيبناها 24 ساعه. تمام، حتى تلاقوا اللوست مغير الهدوم اهو. تمام كده، وبجيب بلاستيك مط. بلاستيك مط يعني ايه؟ يعني صباغه مائيه غير لامعه، وبلونها باللون الرمادي الغامق، بلونها لون رمادي غامق. وباخد بقى الاماكن اللي بين الدواير، هتلاقي في اماكن بسيطه كده بين الدواير مش كتيره، انا مش سايب مساحات كتيره يعني، بس هتلاقي في الاطراف، هتلاقي في وسط الدايره حته صغيره، في الجناب، في تحت، فوق كده اهو. هندهن ده كله باللون الايه؟ الرمادي الغامق. تمام، عشان يبان في ارضيه تحت الايه، تحت الدوائر بتاعتنا دي، او تحت جزء الشجر بتاعنا ده. وهجيب بقى المسدس ومعايا شويه بويا دوكو لونهم اسود، دوكو يعني طلاء ناري، اللي هو الدهانات النترو، النترو سيليلوز. تمام، نترو سيليلوزي. وباجي على جنب الدايره ناحيه الشمال بعفر، بعمل ظل، بس ايه، بزود الظل شويه من ناحيه الشمال ومن ناحيه تحت. اما من ناحيه اليمين يا دوبك بس بعلم بس علام كده على الايه، على الحرف يعني، بحيث ان انا افصل الدايرتين بس عن بعض. بص هتلاقي في الناحيه اليمين انا ايه، يا دوبك مخفف الظل خفيف كده، بحيث ان الدايره بس تتحدد بس كده كويس، وتبان ان هي فوق الثانيه. اما من ناحيه الشمال بزود بقى الظل شويه، بزود الايه، التعتيمه شويه. بص كده
الجزء اللي تحت والجزء اللي في الجنب الشمال دول انا بزود فيهم الظل شويه، اما الناحيه اليمين يا دوبك بعلم بس عليها كده. بص كده يبان معايا ان الدوائر دي راكبه فوق بعضيها، قاعده فوق بعضيها. دي قطعه ورق مقوى عادي يعني، ممكن تقطعها بايه بايدك بالقطر كده من غير علام يعني، يعني بالتقريب كده تيجي ايه قاطعها بدوران كده وتاخدها وتحدد عليها، تعفر عليها، تظلل عليها الشغل زي ما انت شايف بالشكل الجميل ده. حاجه سهله جدا 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 جدا، بس انصحك ما تحاولش تستعمل علبه الاسبريه، لان علبه الاسبريه هتبهدل الدنيا معاك. تمام كده اهو. طبعا احنا نقدر نعمل الكلام ده بعد ما الجزء الاول من الشغل اللي نشف بعد 24 ساعه، نقدر نستخدم حته سفنجه ونظلل بيها بالجليز، برضو شويه جليز غامقين ونظلل بقطعه سفنج. تمام، ادي الشكل بتاعنا بعد ما خلص اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميل جدا. وفي يعني كده ايه يعني حاجه تانية هنزودها اهي، ممكن اخليه على الشكل اللي انتوا شفتوه الاول، وممكن اجي في النص كده واجي ايه مدي رشه خفيفه كده يبين ايه الشكل معايا اجمل. طبعا انت في ايدك ده وفي ايدك ده. اشكركم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم منه كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.